4 ل 8. هذا فرق الثنائي قلق جدا من هون. من هذا المكان من على الجسر هاي الاغراض هون. سمك كتير هون كتير كتير غلط. في سمك كتير بالمي مبين كتير. هاي الطوافي هون هذا اللي بتوقف عليه بتصطاد. هون الشباب كلهم عم يصطادوا. في ناس عم بتروح لهنيك في ناس بتروح لهنيك بتصطاد هنيك او جنب القصب هون. بس ما جربت انا هلا غير هالمحل. هاي الصيادين اجوا جايين من بعيد. هذا محل كمان للصيد بس الناس عم بتروح بتصطاد هنيك عند الجسر بعد محل الحفريات هذول عم بصلحوا بعدهم بشوي في ممر للمشاة عم بيصطادوا هنيك. وانا في كل انواع السمك يمكن لانه هذا بحر مفتوح. بهالطرف تحت الجسر محصور محصور المياه هي كلها تحت الجسر. فهنا عم يصطادوا بهالنقطه هاي عند اللوحه الصفراء اللي مبينه بعيد. هنيك انا بجرب هون على الطوافي. هاي اغراضي هون حطيتهم على الزي هاي لقد ايه هاي. هون في شاب عم بصطاد هون عم بصطاد على الكاستنج. هاي من فوق الجسر نفسه نفس المحل بس قربت لهون شوي. هذا البرلمان هذا البرلمان هون عندهم. هاي الزلمه هون عم بصطاد بالجر. صيادين هون. انا زبطيت هون فواشي طوافي. هذا المحل جيته هلا جديد. انا عم بنتقل من محل لمحل. بس الواحد يصطاد هون او هنيك. بس غيرت مكاني لهون من فوق الجسر. فوق الجسر انا. بس قربت على الطرف هاد. بالعكس يعني. هلا نشوف شو بصير معنا. شو بنصطاد؟ حطيت على الطوافي.
في قصب كتير هون، في شجر وفي كذا. هذاك الطرف كنت فيه وهلا جيت لهون. هلا وقت السيد لانه الساعة 5 تقريبا. هاي الشباب هون عم بيصطادوا كل عام. هذا محل كمان للصيد، بس الناس عم تروح تصطاد هنيك عند الجسر بعد محل الحفريات هذول عم بصلحوا بعدهم بشوي، في ممر للمشاة عم يصطادوا هنيك. في كل انواع السمك يمكن لانه هذا بحر مفتوح، بهالطرف تحت الجسر محصور، محصور المياه هي كلها تحت الجسر، فهن عم يصطادوا بهالنقطه هي عند اللوحه الصفراء اللي مبينه بعيد.
هنيك. انا حطيت هون تجربة، جرب حطيت على المترين على 3 متر. هلا جربها مرة ثانية، هاي الطوافة هون بس لازم اروح عند الجسر، وهي اغراضي هون جنبي في كراسي، لانه في هذا الشاب عم يصطاد هون على الكاستنج، عم يصطاد اللعب. هون في مفرق فتحة، بعدين في هنيك وحدة كمان، بعدين في وحدة هون، أربع فتحات في بتصب على هالمي هاي، بعدين بتتوجه للجسر. يعني أربع مآخذ مياه جاي باتجاه الجسر. هاي من فوق الجسر نفسه نفس المحل، بس قربت لهون شوي. هذا البرلمان، هذا البرلمان هون عندهم. هاي الزلمة هون عم بصطاد بالجرم. زين هون بتنزل، هون في بحر، هون وهون في قهوة، وهون في شو اسمه، في هون مثل كراسي، ما كراسي محل الصيد، بس في فخم يعني. وهنيك في مثل جسر اذا راد واحد يبروك، بس نحن بدنا نروح على الجسر لهون. دلوني لهون فوق الجسر، تمشي لقدام دقيقتين ثلاثة بتوصل، مشان الصيد. الصيد هنيك على هون عند الباص، محل ما عدى الباص، بس هون بامكان الواحد يصطاد بهذا المكان. راي امشي لهنيك انا شوي. حي الله باص بيرجعك، حي الله باص. رايح اتفرج هون اول مره بتجي لهون، لان كبيرة كتير هون، وفيها تماثيل هون. صيد هون بس شي فخامة، في هون مثل تماثيل وهيك، امكان الواحد يصطاد هنيك او هون او هون. محل حلو، نشوف نجرب شو نصطاد اليوم.
هاي المحطة اسمها بلوما برو. بس وصلت تطلع من هون دوري على الباصات وباص قدامك حي الله باص تطلع فيه. باصات هون هني قريبات تطلع فيه حي الله باص من هدول. اي باص اي باص تطلع فيه بياخذك على شو اسمه اول جسر الثاني تنزل موقفين.